بإذن الله. طيب كابتن رمضان، الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن إنه اللي هيدير بطولة السوبر هم حكام مصريين. هل لديكم أي اعتراض احتمال يكون في مباراة ما بين الأهلي والزمالك، في الأهلي وبيراميدز مثلا يعني؟ هل أكيد هتلاعب يا زمالك يا بيراميدز يعني؟ هل هناك نية للاعتراض ولا النادي الأهلي ما عندوش أي نية للاعتراض وموافق على إنه الحكام المصريين هم اللي يديروا لقاء السوبر، لقاءات السوبر؟ لا، هي الظروف مش مناسبه لانك تاخد الامور ببساطه. احنا بنبدا موسم جديد. نعم. واحنا نهينا الموسم اللي فات يعتبر. نعم. لكن بيعتبر بالنسبه لنا كترتيب كده دي بدايه موسم. ايوه، ماتش السوبر كان بدايه موسم مش نهايه موسم. نعم. فبالنسبه لنا الفتره اللي جايه صعبه جدا، وهيبقى بقدم على طلب امكانيه ان انا اجيب حكام اجانب للماتشات اللي هلعبها. ده انت هتقدم بدءا من سيراميكا ذات نفسه. بدءا من مباراه سيراميكا في السوبر، الاهلي سيطالب بحكام اجانب لاداره اجانب. اذا ده قرار النادي الاهلي يطلب حكام. وده لسه محدش يعرفه غيرك دلوقتي. لا خالص، ولا حد، ولا هقول لحد والله، خلي بالك يعني. مفيش بني ادم هيعرف عشان تبقى عارف. لسه ما قدمتش الطلب.